بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا رحمته وبركته من الان وكل اوان والى دهر الدور كلها امين. نشكر ربنا والهنا مخلصنا يسوع المسيح الذي اعطانا هذه البركه في هذا المساء المبارك. ومن كل قلوبنا بنشكر اباء الكنيسه ابونا سريال وابونا كرولوس وابونا لوقا والاباء الحاضرين، وبنشكر الكرار وبنشكر الخدام والخادمات وكل القائمين على إعداد هذه اللقاءات وهذه النهضة الجميلة التي فيها نقدم فيها تمجيدات لأمنا العذراء مريم. بركة وشفاعة أمنا العذراء مريم تكون معنا جميعا أمين. مش هطول عليكم، لكن تأمل بسيط كده علشان الوقت انتوا من الساعة 7 وقبل كده كمان. أمنا العذراء بشرت برب المجد يسوع المسيح، وحينما ولد رب المجد يسوع المسيح من القديسة العذراء مريم قدم لنا تعليمه السامية وقدم لنا الإيمان الذي هو أحد ركائز الخلاص. ومعلمنا القديس بولس الرسول قال لنا عن الإيمان هو الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. ولا خلاص بدون الإيمان برب المجد يسوع المسيح، لأنه قال ليس بأحد غيره الخلاص. ولا إيمان حي بدون أعمال، لأن إيمان بدون أعمال ميت. ويظهر إيماننا كما تظهر أعمالنا من خلال أسرار الكنيسة اللي الكنيسة بتقدمها لينا. كلنا لنا إيمان في رب المجد يسوع المسيح، وكلنا نؤمن برب المجد يسوع المسيح. علشان كده نركز حديثنا في مفردات الإيمان المسيحي وملامح الإيمان المسيحي في عجالة بسيطة جدا ومركزة جدا علشان الوقت، وخاصة أننا نحتاج في هذه الأيام لكي ما نعرف ونعيش جوهر إيماننا المسيحي. كلنا نؤمن بالسماء، وكلنا نؤمن بربنا، وكلنا لنا إيمان في شخص الله وفي شخص رب المجد يسوع المسيح. الله ظهر في الجسد، وكلنا نؤمن بالحياة بالحياة الأبدية. ولكن نركز إيماننا المسيحي في مفرداته، إننا نؤمن بإله واحد، والإله الواحد مثلث الأقانيم الآب والابن والروح القدس. وكلنا بنتعلم منذ طفولتنا حينما نرشم الصليب ونقول باسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد، إله واحد. نؤمن بأن هذا الإله الذي تجسد بشخص رب المجد يسوع المسيح يبقى تجسد لأجلي ومات وفداني وقام وأعطانا الحياة. خلي بالك، وبعد ما قام أرسل لنا روحه القدوس لكيما يقدس ويعذي كل نفس مؤمنة وتؤمن بهذا الإيمان. وحينما أرسل روحه القدوس أسس لنا الكنيسة التي نحن فيها الآن ونجتمع فيها من وقت لآخر، إن كان في قداس أو اجتماع أو أي خدمة. كنيسة مقدسة، كنيسة أسرار، من خلالها ننال سر المعمودية ونصير أولاد الله وننال الغفران. وحينما نتقدم لسر الإفخارستية نثبت في شخص رب المجد يسوع المسيح. ووعد لنا بمجيئه الثاني
وفي هذا المجيء كل واحد فينا هيقف قدام ربنا أعطي حساب وكالتك، يجازي كل واحد حسب عمله. وكل الأبرار وكل التائبين وكل المجاهدين سيقفوا أمام الله، وربنا يعطيهم الجسد النوراني الذي يتناسب مع هذه الحياة الجديدة. وفي هذه الحياة الجديدة كما تعلمنا أن الكنيسة نعيش في ملكوت عتيد، نحيا فيه ومعه وبه، فيه ومعه وبه. ومعلمنا القديس بولس الرسول شرح لنا هذه الأمور في رسالته لرومية، في رسالته لرومية. تعالوا نلمح مع بعض ملامح الإيمان المسيحي، ملامح الإيمان الذي قدمه لنا رب المجد يسوع المسيح، الذي حبلت به القديسة العذراء مريم بالروح القدس، وتم الميلاد من القديسة العذراء مريم وهي عذراء قبل وأثناء وبعد، وعاشت أمنا العذراء مريم مع رب المجد يسوع المسيح خادمة له، وعاشت أمنا القديسة العذراء مريم بعد الصلب والقيامة مع التلاميذ لكيما تؤكد هذا الإيمان، لكيما أباؤنا الرسل يقدموا لنا هذا الإيمان. وحسب التقليد والأباء إن الأباء الرسل ما كانش يحقد منهم يخرج لخدمته إلا لما ينال بركة الست العذراء ويقول لها أنا رايح الهند، أنا رايح المكان الفلاني للخدمة. وهكذا ملامح الإيمان المسيحي لابد إن احنا كأولاد لله تبقى لنا هذه المعرفة عن هذا الإيمان، وخاصة في هذا الزمن نحتاج إلى المعرفة العقلية، نحتاج إننا نعرف كل شيء عن رب المجد يسوع المسيح، كلمة الله المتجسد الفادي المخلص المحب. محتاجين نعرف، وتبقى معرفتنا معرفة عن قناعة عقلية. من خلال هذه المعرفة العقلية نتأكد حينما نقدم توبة ننال الغفران، ننال الغفران بالتوبة والاعتراف، نتطهر داخليا وخارجيا بالجهاد الروحي وعمل روح الله القدوس. كل ما تجاهد في الوسائط النعمة كل ما ربنا يعطيك نعمة القداسة والطهارة والنقاوة. كل ما تمارس كل الوسائط الروحية من صلاة وصوم وقراءة للكتاب المقدس ومواظبة على القداسات والتناول، كل ما تثبت في كنيسة الله وتبقى عضو حي في كنيسة الله، كل ما تجاهد وتقدم على قدر ما تستطيع من جهادات روحية تتقدس. وأفكرك إن إحنا كلنا تقدسنا بسر الميرون بعد سر المعمودية، وصار هذا الجسد اللي حضرتك فيه دلوقتي هيكل الروح القدس. كل هذه الأمور لكي تؤهل للحياة الأبدية، كل هذه الأمور معرفة عقلانية وقناعة عقلية بكل هذه الأمور لكي ما يثبت هذا الإيمان الراسخ في داخلك عقليا، معرفة عقلية. ثاني ملمح من ملامح إيماننا المعرفة الوجدانية، والمعرفة الوجدانية مشاعر حب كل واحد فينا بيقدمها لربنا على قدر ما يستطيع، عن طريق واحد الأجبية، اثنين القداس، ثلاثة الصلاة السهمية، أربعة الصلاة القلبية. الأجبية بتشبع بربنا من خلال المزامير، وبتاخد العظة من إنجيل كل ساعة،
وبتعيش كل حدث من أحداث كل ساعة. في باكر تفتكر القيامة، والساعة الثالثة تفتكر الروح القدس، والساعة السادسة تفتكر صلب رب المجد يسوع المسيح، والساعة التاسعة تفتكر يا من ذاق الموت سلم الروح، والساعة الحادية عشر نزل من على الصليب، والساعة الثانية عشر الصليب الدفن، ونصف الليل المجيء الثاني، وتعد نفسك لهذا اللقاء بجهاد، وتبقى سهران مع العذار الحاكمات، ومعاك الإناء مليان زيت ومنور بأعمالك الروحية، وعايش بالروح، وتبقى مستعد للقاء العريس. منهج روحي من خلال وجدانك ومشاعرك ومحبتك تعيشها من صلوات في صلاة الأجبية وتقدمها لربنا. معرفة وجدانية من خلال صلوات القداس اللي من خلالها زي ما الآباء بيقولوا لنا أن القداس هو قمة الشبع الروحي. فيه نتحد برب المجد يسوع المسيح، ونتحد بالقديسين من خلال الأيقونات اللي حوالينا في الكنيسة، ونتحد سويا كأعضاء في الجسد الواحد اللي رأسه رب المجد يسوع المسيح، لأننا في نهاية القداس بنتناول من كأس خبز واحدة وكأس واحد. في هذا القداس وفي كل قداس بنلتقي بالله في رحلة نزوله على الأرض لكي ما نتحد به. وعن القداس لا يسعنا الوقت، لأن القداس بيبدأ زي ما شفته كده بالعشية وصلاة نصف الليل، وبعد كده رفوع بخور باكر والمزامير وقداس الموعظين، ونبدأ قداس المؤمنين نصطلح ونقول يا رب نقدم له الشكر ونرفع قلوبنا ونقول له غير مستحقين ان احنا نقف في هذا المكان، ونقول له قدوس قدوس وتجسد وقام والتقديس، وروح الله يحل والذبيحة تتحول الى جسد حقيقي ودم حقيقي. ومدام المسيح حضر من خلال هذا التحول نقدر نطلب من اجل سلام الكنيسة ومن اجل البابا والأسقفة ومن اجل القمامسة والكهنة والخدام ومن أجل خلاص العالم ومن أجل الزروع والعشب والمياه، ونطلب شفاعة القديسين في المجمع، ونذكر أباءنا الذين رحلوا أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم، ونطلب أن احنا نعد أنفسنا للملكوت، ونشكر ربنا ونذكر ونوصل للإسم والتقديس. وفي نهاية القداس أبونا يقدم لك جسد حقيقي ودم حقيقي يعطى لمغفرة الخطايا وحياة أبدية لكل من يتناول. كل دي مشاعر وجدانية، مشاعر حب كل واحد بيقدمها ربنا في صلاته. مشاعر معرفة وجدانية من خلال الأجبية والقداس، الصلاة السهمية التي هي تناسب كل الأوقات وفي كل الحالات. تقول له يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا الخاطي، اللهم التفت إلى معونتي إلى آخره. صلاة بسيطة وقوية في كل وقت وفي كل زمان ترفع قلبك بها وتقدمها لربنا، وتحفظها تحفظك في الوسط، من الوسط المحيط بك ترفعك تنقذك من أي موقف، تعدل مسارك من أي انحراف. يعني لو فكرك حب كده ينحرف لما تصلي يا رب يسوع المسيح ارحمني أنا خاطي، فكرك ينضبط وتزرع فيك روح السكينة وروح الهدوء وروح الخشوع. كل ده يؤدي إلى الصلاة القلبية التي فيها تعبر عما في داخلك بألفاظ قد لا ينطق بها اللسان لكن ينطق بها القلب، تعبر بها عما يحيط بك، إن كنت حزين إن كنت فرحان إن كنت محتاج لشيء، تصلي من أجل خلاص نفسك، وتصلي من أجل الآخرين، وتصلي من أجل الكنيسة، وتصلي من أجل الوطن. الآباء يعلمون عن هذه الصلاة القلبية أنها بتدخل فيها
تدخل مع ربنا في صميم حياتك الروحية وعمق الكيان الداخلي، صلاة قلبية، وتملأ النفس صفاء وهدوء وثمر. عشان كده لابد أن يكون لك المعرفة الوجدانية اللي من خلالها تعرف هذا الإيمان، معرفة عقلية، معرفة وجدانية. الملمح الثالث لإيماننا وهو المعرفة الاختبارية، وده من أهم الأشياء التي لابد لنا كأولادنا الله نعيشها، حياة مختبرة تعرف فيها رب المجد يسوع المسيح. ما مش مجرد معرفة معلومات ولا معرفة لاهوتية أنه ابن الله، لا، معرفة اختبار. هذه المعرفة التي زقتها من خلال العقل ومن خلال الوجدان تتحول إلى سلوك في مواقف الحياة اليومية التي أنت تعيشها، تنتقل من مستوى العقل والمستوى الوجدان إلى مستوى العمل والسلوك، العمل الذي نعيشه ونقدمه في مجتمعنا. عدة أمثلة كده لهذا الأمر. إن كنت تريد أن تعرف داخلياتك وتكشف لك بعض الضعفات فتبقى عندك المعرفة المختبرة كيف تتخلص من هذا الضعف، بمعنى أن أنت كيف تنال الغفران، الوسيلة اللي بها تتخلص من هذا الضعف وتنال بها الغفران. إن كان عندك مثلا أفكار سلبية أو أي شيء، عندك الخبرة اللي من خلالها تتخلص من هذا الضعف. معرفة اختبارية من خلال لما تتخلص من هذا الضعف ربنا يديك ثمر، ثمر الروح، تبقى إنسان روحاني، إنسان دقيق، إنسان مدقق، إنسان حريص. فربنا يزرع فيك ثمر الروح، تبقى إنسان محب وفرحان وتتمتع بالسلام ومحتمل وصبور ولطيف وتتمتع بالصلاح، ثمر الروح. في غلطية 5:22 الإيمان والوداع والتعفف. عايز أقول لك يا أخي الحبيب أن إيماننا المسيحي ومسيحيتنا لا تتوقف عن أنك تخلصك من الشرور، بل تعطينا قبل أن أن هي تخلصك تديك نعمة، نعمة الفضيلة، وتقودك إلى نعمة أكثر. المعرفة الاختبارية تديك الخبرة كيف تتصرف في مواقف الحياة، في مواقف الحياة. الإنسان ممكن مثلا في مناسبة فرح فيتعامل بالفرح، هل الإنسان المختبر اللي عنده الخبرة الروحية يبقى فرحه زي فرح أهل العالم؟ لا، فرحه بالمسيح، فرحه بربنا يسوع المسيح. لو واحد عنده مشكلة ولا ضيقة ولا ألم قد يتملكه اليأس، لكن الإنسان اللي عنده الخبرة الروحية يقف قدام ربنا ويطلب من ربنا نعمة الاحتمال وحكمة التصرف، ويتصرف بحكمة زي ما الكتاب بيقول، حكمة في التصرف، خبرة في التصرف. يثق تماما أن كل الأشياء تعمل معا للخير، كل ثقة في كل المواقف أن كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الرب. إن كنا نتكلم عن ملامح الإيمان المسيحي ونقول المعرفة العقلية والمعرفة الوجدانية والمعرفة الاختبارية، أنا بختصر عشان الوقت، ده يوصلنا إلى المعرفة الاتحادية في نهاية هذه الحياة ومن في نهاية هذا الإيمان المعاش المختبر الحي الذي له ثمر وأعمال. ده يؤهلنا أن أنت تؤهل للحياة الأبدية حينما
تلتقي بالله والكل يقف أمام الله ويعطي حساب عن وكالته ويقول له نعما أيها العبد الصالح والأمين. تؤهل للحياة الأبدية والملكوت الأبدي والسماء. وعايز أقول لك أن هذا التأهيل وهذا الاتحاد الذي كلنا نتمناه ومن أجله نجتمع ومن أجله نأتي إلى الكنيسة ومن أجله نقفل على أنفسنا في مخدعنا ومن أجله نفتح كتابنا المقدس، أقول لك هذه الحياة الأبدية تبدأ هنا في الكنيسة من خلال كل الجهادات الروحية، من خلال كل معرفة روحية معاشة مش مجرد معرفة بس، من خلال كل الوسائط الروحية وسرائر الكنيسة وخاصة سر الإفخارستية الذي كل من يأكله يثبت وينال حياة أبدية. من يأكل جسدي ويشرب دمي يثبت فيا وأنا فيه. عايز أقول لك يا أخي الحبيب، هذا الاتحاد الروحي الذي سنتحد به بربنا، خلي بالك سنبقى بشر، لن نتحول إلى آلهة. الله يسكن فينا بصورة أحد الآباء شرحها كده، لما تفتح باب الشباك في الحجرة والشمس تدخل الحجرة، فالشمس داخل الحجرة، ما تقدرش تقول إن الحجرة دي بقت إيه؟ بقت شمس. تقدرش تقول الحجرة دي بقت الشمس دخلت الحجرة ونقول إن الشمس ساكنة الحجرة. هكذا الله يسكن فيك وأنت حسب طبيعتك البشرية، ولكن لن تتحول إلى آلهة. كل ده بفعل إلهي الله يسمح به للبشر ويعطي مواهبه لكل إنسان حسب ما قدم وحسب ما يحتمل. عشان كده نفسنا في هذا المساء المبارك وإحنا فرحانين بأمنا العذراء وطالبين شفاعة أمنا العذراء اللي ولدت لينا رب المجد يسوع المسيح وقدم لينا هذا الإيمان الذي فيه كل الثقة وكل الإيمان. ثقة إيمان وثيق يصنع المعجزات، وإيمان يحمل كل الإيقان الحقيقي في شخص رب المجد يسوع المسيح. ربنا يعطينا هذه المعرفة العقلية والمعرفة الوجدانية والمعرفة الاختبارية من أجل أن نؤهل للاتحاد مع ربنا يسوع المسيح في الملكوت الأبدي. ربنا يبارك في هذه الكلمات البسيطة ويجعل من كل هذه اللقاءات الروحية الثمر الروحي اللي من خلاله نلتقي بالله ونؤهل لكيما نكون معه في الملكوت الأبدي. كل سنة وحضراتكم طيبين، وتعيشوا كل سنة لإلهنا كل مجد وكل إكرام من آن وإلى الأبد. أمين. أمين. الليل يا زوك سابتري كأيوكي أجيب نعماتي كننكاي كأستو سيئون أستوني من تنوشي فوليف قويم منجي وبن شوي إيسوس بخريستوس اسمون مؤم في أروم عريبك ناين انتكيريني وإن صبتم بك لاو ست يمون هو ناينا أكيد شيت خيري سمو يسيستي متوي بنتي ملشي سادي إيمت خلو ينتي يا قبينو غن آه انتي ما توصال بيكتيت صد بنتي دافيد تي صوفيا انتي سولومون بابن مام برك ليطن في طوي جني ابو سطولوس شو يصفي عري ابون خنم بطاهو ايرت فين بنيوت الطايوت عرش ريفس بابا ابا طاوى دروس نم بنيوت نيبس كوبوس افا صليب نوت انتيت في افيتا جروهي جنو اثرونوس ان هن ميشن رمبين مهنثيو ان هيري نيكون تيف سيفيو انو غاشي تيرو صابي سيت انو اتشالف جين كولي طبي بخريستو سيريي قن تفكان انو ذيناني فلخن او ايريني كتاب ابنيش تيناي
كيريا ليسون كيريا ليسون كيريا فلوغيسون امين اسمو ايرو اسمو ايرو ستيمي طانيا كوني والجو ام بي اسمو. يترأف الله علينا وارحمنا الرزق الواجع علينا بالصلاه والطيبات فانا القديس العظام مريم الثلاثه العظماء ميخائيل وبير ورفائيل كل الطغمات السمائيه جميع صفوف الشهداء جميع القديسين والعباد والنساك والعذار الحكيمات بركة ملاك هذا اليوم بركة قديس هذا اليوم بركة قديس العزاء مريم ورئيس الملاك والقديس البابا كيرلس بركة سوم السيدة العذراء بركتهم مقدسة قوتهم معاناتهم شفعتهم تكون معنا جميعا أمين بإخريستوس بنوتي آمين إس إشوبي. يا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا لأن لك الملك والقوة والمجد للأبد أمين. استجب لنا رب عندما نصلي مع بعض. يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا الذي للغد أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. الآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وعطية موهبة الروح القدس تكون مع جميعكم. امضوا بسلام سلام ربكم تعيشوا وتصلوا كل سنة وانتم طيبين. تعيشوا كل سنة.